بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان 2009 حته من ممنوعات زي ما احنا متعودين، وبنعرض لاخونا وحبيبنا اللي شرفنا. اللي هتعرف عليه، تعرف عليك يا باشا محمد ابراهيم. حبيبي يا عم محمد. منين يا عم محمد؟ الشروق. منين الشروق؟ من الشروق. احسن ناس سعاده الباشا. اول حاجه شرفنا في معرض غصن الزيتون يا باشا. ربنا يبارك فيك. انت عرفت ليه المعرض؟ عن طريق السوشيال ميديا وكده؟ السوشيال ميديا. حد خد عربيه ونصحك تيجي هنا ولا ايه؟ واحد صاحبي بصراحه رشح لي الاسم، وانا دخلت على السوشيال على صفحه الفيس. تمام. بصيت على الحاجه، بصيت على المعرض، الدنيا تمام. نفس بقى اللي انت اتفرجت عليه جيت لقيته هنا بفضل الله موجود. لا وقت وزيت. الله يبارك فيك. بامانه بامانه والله. كفايه معاملتكم وكفايه ذوقكم واحترامكم وانتوا ناس محترمه. والحاج يعني ربنا يبارك له والله العظيم. انا لسه انا قبل ما اجي من عندك انا كنت عند حد، يعني مش من غير ذكر اسامي. الفرق شاسع جدا والله. الله يبارك لك يا سعادة. انتوا فعلا لما تقولوا انتوا نمره واحد، لا انتوا نمره واحد حبيبي يا سعادة الباشا. ربنا يبارك لك يا سعادة الباشا. ان شاء الله ما يكونش اول اخر تعامل ما بيننا. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يديك ان شاء الله. نيجي ناخد الزير ان شاء الله. الزير يا باشا نيجي ناخد الزير من عندكم ان شاء الله. حبيبي يا مدير، الف مبروك يا ريس. الف مبروك يا باشا. الف مبروك يا سعادة.